حين يصفر فصل الشتاء وزمهرير برده القارس وتخجل أشعة الشمس عن إطفائنا، تفتح المطاعم التقليدية الممزوجة بالعصرنة أبوابها لتتنافس فيما بينها لتقديم ما لذ وطاب من أكلات وأطباق تقليدية تجذب زبائن من مختلف الشرائح والأعمار من كل الولايات، معطية بذلك الضوء الأخضر لنسوة تشمر عن ساعديها لتحضير أشهى الأطباق من صفيت وشخشوخة ملكة المائدة الشتوية، لما لها من عراقة وأصالة وارتباط بالتراث الجزائري العريق الذي ذاع صيتها محليا ووطنيا نظرا لمذاقها الفريد من نوعه الذي يأسرك ويأخذك إلى عالم آخر. حيث اشتهر هذا النوع من الأطباق في منطقة الحضنة وضواحيها مثل باريكا والمسيلة وبسكرة. لحسن قرب تاع الناس حار جينا من بسكرة، جينا في قضية عن باريكا، جينا نفتشوا على واحد دي بياس تاع لاغري، هاو كتب المكتوبة لا نتغداو في باريكا، وراهم ناس أهل الضيافة على الضيافة والكرم، هذا ولدي يوسف وهذا صديقي يقولوا الصهيب، وأنا نطلبوا في الصفيتي وناكلوا في اللحم المفور تاع الخروف والدجاج، وكثر خيرهم. اليوم رانا في باريكا، جينا ضيافة في باريكا، أنا عند أحبابنا ناكلوا في الشخشوخة، جينا من الجزائر. انا عند احبابنا هنا في باريكا ناكلو في الشخشوخه، الله يبارك خويا، شخشوخه حاره مع البرداله يا خو بزاف بزاف، والدهان وتشوف خبز الشعير مع المفور مع اللبن، الله يبارك ما شاء الله. الانرجي هذه الانرجي تاع البرد. مرحبا بكم عندنا اليوم في باريكا، اليوم رانا ناكلو في الشخشوخه تاع باريكا مع الحرشايه، احنا نقولو هنا في باريكا نقولو حرشايه، واللبن واللحم مفور، الله يبارك ما شاء الله. السلام عليكم، اليوم جينا ضياف من برج بوعريش، بالصدفه عندنا شغالات وقضيات هنايا، ومن بعد جينا ناكلو الشخشوخه هنايا في عند محل شخشوخه الحضنه، والحمد لله يعني ما شاء الله فوقنا. احنا رانا مسلمين ان شاء الله، عندنا قضيه هنا في باريكا، ولادنا الله يبارك قالوا لنا راه يخدم شخشوخه باهي، انا عنده ان شاء الله. وهاي شخشوخه الله يبارك ما شاء الله. ما شاء الله، حمل المعز الله يبارك. ما شاء الله، والله ما عندك ما تقول.
البلاصه ثاني ما عندك ما تقول تريح الله يبارك ما شاء الله. صغير بين مسيدي لا نتاع النهار اليوم نتاع البرد هو نتاعو بعد هذا هو هذا يلزم لك ويا درجة حرارة شي نور بالمية واش خويا شكت الزبادة يا خويا واش قلنا على الزبادة الله يبارك بنا وكلش ها وكل نهار اليوم تاع برد واش تقول نهارو اليوم نهارو اليوم انا جينا انا جانب. السلام عليكم مرحبا بكم في خيمة الحضنة بريكة ومرحبا بخوتنا. احنا عندنا مأكولات تقليدية شخشوخة مسيلية شخشوخة باريكية عندنا الزبيطي عندنا القرايف عندنا العيش شخشوخة مسيلية شخشوخة باريكية مهراس الزبيطي خدمنا على المباشر قبيلة شفناه وغرقة طريقة عندنا القرايف الغريف تاع هنا في المنطقة تاع باريكا كيما راك تشوف هنايا في الدهان في السكر في الملح حاجة سخونة تراديسيونال. نرجعو هنايا الماكولات التقليدية العيش العيش هذا حاجة سخونة مخدوم باللحم مخدوم بالجاج مخدوم بالخليع. بالرغم من الانتشار الواسع للأطباق الراقية على مستوى المطاعم الفاخرة إلى أن أغلب الجزائريين يميلون إلى هذا النوع من الأكلات التي تميزها عن غيرها من الأطباق الأخرى، إذ نجد الشخشوخة والصفيطي يصحبان البساطة من البانين والشاورما، لتتصدر بذلك الشخشوخة والصفيطي والبغرير والعيش المرتبة الأولى في قائمة المأكولات، وتتربع قلب المائدة بين العائلات الجزائرية سواء في المنازل أو المطاعم، خاصة وسط هذا الجو الشتوي حين يهرب الجميع للبحث عما يدفئ أجسامهم لتسافر بكل من يزورها إلى منطقة الحضنة.